الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الجماهير طلعت من الويلات، يعني 15 سنة وعود كاذبة، 15 سنة لا سنة لا سنتين لا ثلاثة، 15 سنة وعود كاذبة. هسه يردون يغيرون ويحققون مطالب بشهر لو بشهرين، المستحيلات. احنا مطالبنا ما نريد كهرباء، صارت أرقى من الكهرباء وأرقى من الحكومة نفسها. مطالبنا تغيير الأحزاب، اجتثاث الأحزاب. الأحزاب هاي حكومات، عصابات مو حكومة. الأحزاب عصابات. يعني شنو سووا 15 سنة؟ شنو سووا؟ أنت هذا العامر 15 سنة هسه تعترف بذنبك؟ وين شريت؟ لما شفت الناس نزلت؟ هسه صرت غيور؟ مطالبنا ردناها كهرباء وماي وتعيينات، شفناها حلول ترقيعية. يعني الكهرباء يروح يستجدي من دول الجوار، من السعودية ومن إيران، ورفضوهم ما أعطوهم كهرباء. هسه ايش راح يسوي؟ يجيب سيارات متنقلة يخلي كهرباء؟ هذا مو حل، هذا حل ترقيعي بالنسبة للكهرباء. 46 مليار دولار صرفوا على الكهرباء، وهي لازم 24 مليار تكفي لكل العراق، وما يحتاج بعد كهرباء، كله بوق بوق. أما إحنا المحتصمين من أهالي المثلة، محافظة المثلة، المتظاهرين المتجمعين، صارنا اليوم الثامن على التوالي، وقاعدين بالشمس وبالعطش وبالحار، لأن إحنا ما طلعنا من نريد نتونس أو نريد نسوي لنا شغلة هيك إعلامية. إحنا ناس طلعنا من ضيمنا، ضيم اللي سدع علينا ما سدع لبشر بالكرة الأرضية. الخدمات كلها مفقودة بكرة أبيها، ما تسأل واحدة عن خدمات. حكومة صار لها 15 سنة كل شيء ما مسويه، عاجزة عن توفر ماي. حكومة 15 سنة عاجز عن يوفر ماي، عاجز عن يوفر كهرباء، عاجز يوفر وجبة غذائية، عاجز يوفر صحة للمواطن، عاجز أي شيء ما تملكه من هالحكومة وتحس بأن عندك حكومة خادمتك وتتنوع لها مثل ما تتنوع لرب العالمين. ماكو. إحنا طقت قلوبنا وأهل السماوة انهاروا وقاموا من ضيمهم، اللي يبيع علاليق والقاموا يجدي والقاموا يريد الموت بعد يو موت يو حياة يو يسوونا شارة. الحكومة هاي إلى ما تسوينا شارة بيعنا عمي، خل الدول تجينا تودينا لجوء مثل ما كنت انت بالخارج، خلنا احنا نطلع بالخارج. هذا الشعب كله ميت، ما تخافون الله؟ ما عندكم رحمة؟ مو اسلاميين انتم؟ شنو الاسلام اللي هسه نحس بيه؟ شو البوق على نريد لنا واحد منكم نشتكي عنده؟ مو حرام؟ وماكو تصيح انت الفساد الفساد، وين الفساد الكافحته يا اخي؟ جبت لك واحد ذبيته بالسجين، حاسبت لك واحد باك، حتى اللي نحاسب احنا نشهد عليه ونوديه للمحكمه تطلعونه يا اخي؟ كافي طقت قلوبنا. قبل ما ابدي بالاجابه على اي سؤال، الف تحيه من القلب لهالشباب، ألف تحية من القلب للمعتصمين المتظاهرين. هم روح العراق، هم أصل العراق، هم الشرف والأخلاق والإنسانية. ألف تحية لكم يا شباب. مطالبنا هي بالكاد اللي هم حارمين بعدها سنين، وهي محاربة الفساد. والفساد بدايته ونهايته بهم. ما حدث بالسماوة من ضرب المتظاهرين واغتيال، أنا أقول اغتيال وقتل خيرة شباب المعتصمين، حدث نتيجة قائد الشرطة ومجلس الاستخبارات وقائد قوات الرافدين. مطالبنا بإقالتهم، وهاي بسيطة، كل جزء عند الحكومة لازم تنفذها.